اليوم كاستثمار النفايات باستصلاح الأراضي الزراعية وعمل أسمدة بدل استيرادها، يعني المشروع اليوم يتعلق بتدوير النفايات وإعادة استخدامها من خلال الإفادة بالمواد العضوية، يعني حتى تكون طعام للحيوانات بعد إضافة الفيتامينات، هاي الكل يعرفها، بالإضافة إلى صناعة الأسمدة. يعني اليوم كبقايا إجمالي من النفايات تصل بتقديرنا 43%، هل هذا بالفعل صحيح؟ والعراق يعني حجم النفايات بالعراق يصل إلى 20 طن من النفايات، يعني أكثر من 2 كيلوغرام هو المعدل اليومي لكل فرد عراقي. فرد. تمام. جنابك أشرت إلى قضية مهمة، ولكن إذا تسمحي لي أعود إلى نفس الموضوع اللي تحدثتي مع أستاذ حمزة. العراق وكل الدول من بدأت بقضية إدارة النفايات الصلبة لم تبدأ بقضية العزل أو فرز النفايات. أنا خلينا نتحدث عن استراتيجية عالمية. إحنا من نتحدث عن التلوث نتحدث باستراتيجية لإدارة قضايا التلوث وأزمات التلوث، تبدأ بأولا التقليل من المصدر، وجنابش قلت 2 كيلوغرام معدل النفايات الصلبة للفرد العراقي، في حين المعدل العالمي المعدل العالمي هو 1.6، ويجب أن نثقف المواطن، وجنابك والإعلام والسلطة الرابعة لهم دور مهم في تثقيف المواطن بتقليل نفاياته ومحاولة إعادة الإفادة والاستخدام من النفايات اللي ممكن استفادة منها. بالتالي هذا جانب. الجانب الآخر أو الاستراتيجية الأخرى هو أننا نعيد أو ما يعرف بالريسايكلينج، تدوير النفايات، وأيضا عندنا الخطوة الثالثة هي الريوزد أو إعادة الاستخدام، عزل الكرتون، عزل بعض الأشياء اللي ممكن إعادة استخدامها، وآخر العلاج الكي، أي في اللحظات أو المراحل المتقدمة من حالات تلوث نلجأ إلى الدستركشن أو إلى الانسينيريشن، الحرق، بحرق النفايات وتحويلها إلى طاقة حرارية، وبالتالي هذه الطاقة الحرارية تستثمر بتبخير الماء وتشغيل توربينات لتوليد الطاقة الكهربائية. ما يشهده العراق اليوم حسب تشخيصنا كمختصين، يجب أن يبدأ العراق بطريقين إذا رسمنا استراتيجية. الطريق الأول والسريع هو أن نأتي بتكنولوجيا قد تكون من الجيل الثالث لحرق النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، تتعامل مع النفايات كما هي من المصدر as received، وبنفس الوقت نعمل على مراحل استراتيجية. يعني خلينا نتحدث عن خطة أم 10 سنوات. بأول 3 سنوات نعلم المواطن، وأول شيء نقوي البنى التحتية للأمانة ولإدارة البلديات. يعني أنا مواطن اليوم أعزل النفايات، يجي أبو البلدية يجمعها بسيارة واحدة، بالتالي أنا راح أحبط، ما أقدر أدور، يعني ما أقدر أعزل نفاياتي.